السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم دائما في القناة ديالنا، ونشوف اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيكو سيترون صغير مختلف تماما عما قدمنا. إن شاء الله غادي تجربوه وغادي تشوفوا أنه رائع رائع بمعنى الكلمة، وإن شاء الله غادي نعطيكم المقادير الآن. نشوفوا المقادير ونشوفوا الطريقة باش غادي نصوبوا هاد الكيك ديالنا. ومرحبا بكم. هاد الوصفة ديالنا خاصة بهذا الكيك اللي غادي نصوبو لكم ديال السيترون صغير ان شاء الله، غادي نديرو في ليغو دي سوار. غادي نشوفو الطريقه والمقادير ديال هذا الكيك: 125 غرام الزبده، 250 غرام ديال الفورس، زائد 7 غرام ديال الخميره او 8 غرام ديال الخميره، شوكولا بيضاء للتزيين، واحد 4 د البيضات وجوج صفر البيض، عصير ديال حامضه ونصف حامضه ونصف، واحد 120 غرام يعني 60 غرام ديال السنيدة و 60 غرام ديال السكر كلاص، واحد 15 غرام ديال الفاني، واحد قشرة ديال الحامضة وحدة. الوصفة ديالنا غادي ناخدو البيض والسكر، السكر يعني سنيدة والسكر بودرة، من الأحسن نديرهم بجوج في هذه الوصفة، إلا ما عندناش يمكن لنا نستغناو على واحد منهم ونديروهم بجوج، نديرو واحد يكون العبار كله. غادي نضيفو الزبدة، الزبدة ديالنا دوبناها، نضيفو الفاني، نضيفو السيترون قشرة، نضيفو الحامض عصير، غادي نضيفو ان شاء الله الفرص ديالنا، نطفيو التراب ونخلطو التراب اليدوي. الكيك ديالنا هو خاص بالسيترون، نعمرو الكيك ديالنا في الكيسيت بحال هكا، هكا ديروا الشوكولاته بيضاء من الفوق بحال هكا، هادي جا الشوكولا كوفيرتور لا مارك مزيانه. غادي ندخلوا الكيك ديالنا الفران، الفران ديجا سخون 160 درجه، درنا على 160، غادي نديرو على 170 درجه ونخلي الكيك ديالي يطيب. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو الكيك ديال السيترون ديالنا بشكل مختلف تماما، كيجي رائع وكيجي شيش، يعني كيجي ممتاز ان شاء الله. هانتوما كي كيجي، نتمنى ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه وبالوصف بالمواصفات اللي عطيتكم وبالمقادير اللي عطيتكم، غادي تحصلوا على نتائج جيده ان شاء الله. دائما كنرحبوا بكم في هذه القناه، كنتمنوا لكم تقدموا معنا اوقات طيبه وسعيده، والسلام عليكم ورحمه الله.